مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من بلاد طيبه. يوم عن يوم يمكن الامور شويه بتتضح، رغم ان في صعوبه جدا دلوقتي في ان احنا نقول الارقام بترجع، في محاولات، لكن زي ما انتم شايفين كنا بنقول بمجرد ما هيبقى في فاكسين هيبقى اكيد في نهضه او نشاط مره اخرى لحركه السياحه. لكن للاسف الشديد رغم وجود فاكسين لكن لسه في تخوفات كبيره جدا، الاعداد في ازدياد، ويمكن احنا شايفين على السوشيال ميديا وطول الوقت توفي رحمه الله توفي رحمه الله، دي ارقام طبعا بنسمعها، ده ما يخليناش نخاف بس يخلينا ناخد حذرنا طبعا الفتره اللي جايه. ومع ذلك احنا في محاولات جاهده انه يبقى في سياحه داخليه الفتره الجايه دي، بنتكلم على اجازات نص السنه والناس عايزه تتفسح وتروح، ويبقى الحال انه كله بينفذ الاجراءات الاحترازيه سواء اوتيلات، اماكن اثريه، متاحف، مزارات اثريه وغيره، كله اكيد هيلتزم بهذه الاجراءات. الفنادق كمان هتلتزم بالاجراءات الاحترازيه بحيث انه يبقى بنقلل الاعداد بقدر الامكان. احنا هنشوف كمان انه دلوقتي السياحه الرياضيه، وزي ما انتم عارفين انها من فتره كده كانت ترند، رجعت تاني، ان احنا بنحاول بقدر الامكان. هيبقى عندنا فرق عالميه موجوده على ارض مصر يوم 13 يوم 31، ده حدث غايه في الاهميه وغايه في الخطوره في نفس الوقت، فهنتكلم عليه النهارده وازاي ممكن الحدث ده نخرج منه بتجربه ظريفه جدا، نخرج منه فيدباك حلو للعائله كله عن مصر وعن استقرار الحاله في مصر. النهارده منورنا بقى اهل العلم واهل الخبره، هنتكلم معاهم في عدد كبير من الموضوعات اللي تخص السياحه. معانا الكاتب الصحفي الاستاذ هشام شوقي المتخصص في شؤون السياحه والاثار، يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بقالنا كتير ما شفناش. بقالنا كتير ما اتقابلناش. لكن ان شاء الله تبقى بدايه سنه كده سعيدة عليك وعلى السياحة وعلى كل المصريين إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. خلينا كده نبتدي بأول فقرة معانا، إحنا معانا مجموعة من الأخبار السياحية هنشوفها مع بعض، لو تحب تعلق عليها يساعدنا أكيد بعد ما نرجع. تمام. اتفضل. البداية دائما مع مجموعة من الأخبار السياحية نلتقي بها ونشاهدها الآن. انتهت أخبارنا مشاهدينا ونعود مرة أخرى إلى استوديو بلاد طيبة. رجعنا لحضراتكم مره تانية، منورنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ هشام شوقي المتخصص في شؤون السياحه والاثار، يا اهلا وسهلا مره تانية. اهلا بحضرتك. يمكن مجموعه من الاخبار المهمه اللي في محاوله كده ان احنا ويمكن زي العالم كله ان يبقى في سياحه داخليه الفتره اللي جايه. يمكن احنا تجربتنا ما كانتش ناجحه قوي، انت عارف من 2011 دخلنا مصر مرت بظروف كتير قوي، صعبه جدا حقيقي، كانت مصعبه الامر علينا، بس كنا لوحدنا يعني في فقاعه كده لوحدنا بنعاني. وقتها كان في محاولات برضو لفكره عوده السياحه المحليه او الداخليه مره تانية، في البعض لاقت اعجاب البعض والبعض الاخر تضرر من التجربه نفسها. فاحكي لنا كده عن فكره شتي في مصر، ازاي الناس فعلا ممكن تستغل سواء رجال اعمال، فنادق، وغرف الغرفه، الدوله نفسها تستغل مبادره زي دي. خليني اقول لك انه في صناعه السياحه بالذات كورونا عملت خط فاصل ما بين قبل كورونا وما بعدها. الازمه اللي بنتكلم عنها مثلا اللي حصلت في 2011 كانت ازمه لها علاقه بمصر واللي حصل في مصر وقتها،
وازاي ان الناس ما يعني كانت قلقانه من الوضع خايف. السياسي وعدم صحيح. الاستقرار، وده اللي حصل في 2011. لكن باقي العالم كان مستقر، حركه المسافر الدولي كانت موجوده. لكن الفرق اللي حصل المره دي ايه؟ ان كورونا ضربت العالم كله. يعني حتى هم دايما يقول لك ايه، يستخدموا تعبير العالم يحبس انفاسه. اه العالم بيحبس انفاسه، لان الصناعه يعني احنا تضررت. الخسائر حتى اليوم 1.1 تريليون خسارة صناعة السياحة والسفر على مستوى تريليون، عشان بس العالم. الناس تبقى عارفة، هو 1000 مليار، مليار ورقم يعني رهيب. رقم ده كلام ده مهم. سياحة بس على فكرة، اه يعني ده لغاية مثلا، القطاعات يعني لغاية انا بتكلم لغاية الثانية. النهاردة تقريبا يعني. فلما يبقى ده حجم الخسائر، فلك ان تتخيلي حجم الوظائف اللي فقدها العاملين في القطاع ده، حجم الصناعات اللي اتأثرت، اللي هي اكتر من 70 صناعة مرتبطة بصناعة السياحة، وهي اصلا في الاساس هي اللي بتمد باحتياجاته. فطبعا حجم الخساره هنا رهيب جدا. طيب احنا المبادرات هي بتبقى احد ادوات التحفيز. يمكن قبل كده مثلا في 2011 او ما بعد 2011 لما اتعملت اللي هي المبادره علشان انشط حركه السياحه الداخليه شويه وعوض فقدان المسافر اللي بره، بس كان عندي امل ان المسافر اللي بره هيرجع، لانه انا كنت بتكلم عن صوره ذهنيه. كانت ازمه مصر في الوقت ده هو ازاي اغير الصوره الذهنيه دي واوصلها لشكل ايجابي، فارجع تاني استعيد السياحه بشكل جيد. اللي حصل بعديها في 2015 لما الدنيا اتحركت، حصل حادث طياره فكان له اثر سلبي ايضا، بس قدرنا برضو نعالجه. يمكن انا بتصور انه لغايه الفتره اللي كانت موجوده فيها الدكتوره رانيا المشاط، والدنيا كانت اتحركت جدا في الاقصر. احنا كان عندنا حجوزات في الاقصر، يعني كان في حجوزات وما فيش غرف. ده كان المفروض الشتاء اللي فات كان ده المفروض الوضع. اما جت كورونا بدا يحصل الغاء حجوزات، رحلات تطبيق طبعا، طبعا قيود سفر عالميه، حتى لو انت فاتح فاللي بره مش هيجي يزورك، فبالتالي انت كنت وصلت لمرحله خلاص لا، يعني والسماء وقفت تماما يعني تماما بسبب الطيران وغيره. طيب ايه الحل، او ازاي نتعامل مع الموضوع؟ الحل اللي بقى موجود ان انت لازم تعيد تنشيط فكره ثقافه السياحه الداخليه. يعني اوروبا مثلا الوضع فيها مختلف، لان اوروبا مثلا احنا بنتكلم على اتحاد اوروبي، بقدر اتحرك جواه من غير تاشيره، في عندي وسائل كتير للتنقل والحركه، مسارات الاجراءات الصحيه هي مسارات واحده، على عكس عالمنا العربي. في عالمنا العربي في احنا تباين، في حدود وفي تباين، والاجراءات هنا غير الاجراءات هنا، فكل ده يؤدي لان انا اقليميا ما اقدرش اعمل سياحه اقليميه. يعني في ظل كورونا مش هقدر اعمل سياحه اقليميه بشكل اللي انا عايزه، لكن ممكن اعمل سياحه داخليه. سياحه داخليه بمعنى ايه؟ يعني المبادره بتاعتنا اللي هي شهادة في مصر، وفكره ان انا اخفض اسعار أسعار. الطيران، فدي بتبقى احد ادوات الجذب بالنسبه للمستهلك او السائح المرتقب. مش طيران بس، ده طيران واوتيلات وفنادق ومتاحف او زيارات اثريه، يعني مزارات بس هو الفكره ان انا محتاج يبقى عندي برنامج متكامل بقى. يعني محتاج ان الجمهور بتاعي او السائح بتاعي يبقى رايح بيشتري برنامج، ما اخش اقول له بقى لا انت احجز الطيران وبعدين ممكن تحجز الفندق. يعني هو طبعا احنا بنعمل كده، كلنا بنعمل كده. لان هي دلوقتي بقت الموضوع اسهل بكتير، فكره ان انت تروح والتكنولوجيا الشركه طبعا، والشركه هي اللي تتعامل في كله، دي ما بقتش موجوده ما قوي هو انا دلوقتي. هنا علشان كده انا لازم اقف هنا. ليه؟ لانه الشركه جزء من اقتصاد صناعه السياحه. اذا شركات السياحه التقليديه انهارت، احنا هنعاني من كارثه، هنعاني من كارثه. فلابد ان انا احافظ على شركات السياحه اللي موجوده. يمكن شركات سياحة عاملة، في شركات كتير عاملة اوفرز حلوة بالظبط، وعاملين مجموعات. ايوه، ان هو لازم يصمم باكج، ولازم هو كمان يتحرك مع الاوتيلات اللي بيشتغل معاها، يعمل برامج مختلفة. يعني تقدمي يعني مش بقول ان انا بقدم مجرد برنامج، يعني انا مثلا مش هاخد الناس واروح الاقصر واقول للناس هتشوف الاقصر وتشوف المعبد الفلاني. هو البرامج التقليدية بالتأكيد مش هتكون نتائجها اللي انا عايزها، خصوصا ان احنا جايين في ظرف، اولا انا عندي مدارس وجامعات معلقه، مواعيد الامتحانات بتاعتها لسه مش عارفين هتبقى شهر امتى، اثنين رجوع بعد اجازه نص سنه بالظبط. وبالتالي لازم طبعا دي برضو فتره مفتوحه على ما اعتقد، يعني ممكن طبعا يتم تجديد فده بيكله اثر طبعا على حركه النشاط السياحه الداخليه. الحاجه المهمه، وانا هنا هستعير المصطلح بتاع استاذ محمد منتصر، اللي هو فكره صناعه السياحه، صناعه الفائض. يعني انت ما بتتحركش او بتروح تعمل سياحه الا لو انت عندك فلوس مدخرها، ونتيجه الوضع الاقتصادي اللي نتج عن كورونا طبعا. فاحنا ما عندناش هذا الفائض
بشكل كبير، فبالتالي انا عندي شرايح معينه ممكن يبقى عندها هذا الفائض، وشرايح متوسطه لديها الرغبه لكنها في حاجه الى برامج اقتصاديه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ممكن يبقى عندي الرغبه بس مش هقدر اروح فندق 5 نجوم، فلازم يبقى جوه المبادره فنادق 3 و4 نجوم تسمح باستضافه هو تقريبا الاسر. لغايه ما دلوقتي ياسمين وجندي الاعداد بتاعنا كاتب لي 128 اوتيل شارك او عنده استعداد ان هو يشارك في يشارك في شركتي في مصر، وباسعار انا شايفه الارقام نازله يعني اكتر من 50%، يعني في اوتيلات الموضوع نازله. ده نتيجه لتراجع الطلب. يعني هو احنا لازم نكون واضحين واحنا بنتكلم انه في تراجع طبعا على الطلب مقارنه بالفتره دي من 2018. طب تفتكر ده ما يعملش خساير على الاوتيلات انه يضطر ان هو لانه عنده عماله وعنده ناس بتشتغل وبتقبض، فبالتالي لما ينزل السعر قوي كده ده ما ياثرش على، مش هنقول بقى في مكسب، لا هو لكن اكيد ما طبعا يعملوش خساير. يعني خليني اقول لك انه على المستوى الاقتصادي طبعا في ازمه بتواجه الفنادق، لانه بالتاكيد انا النهارده لو انا عندي 100 غرفه فانا بشتغل ب 50% من الطاقه الاستيعابيه بتاعتي، وال 50% دلوقتي يعني كلنا في منافسه علشان احاول اوصل ل 25 ل 30% من حجم هذه الغرف الفندقيه. لا الفنادق بتعاني طبعا، ويمكن حتى احنا لما بنتكلم في مساله الاسعار طبعا يعني طبيعي ان انا لازم اقول الفندق نزل السعر بس ينزل عند نقطه بتحفظ التوازن اللي هو تبقى عامل جذب بالنسبه للسائح المرتقب، وفي نفس الوقت تحاول انه انا اوفر مصاريف التشغيل ويبقى في هامش ربح بسيط. الحقيقه ان الموضوع مش عايزينه يبقى دوله وفنادق رجال اعمال، بنتكلم على ما يخص الدوله بقى من اماكن ومزارات، عايزين نتكلم كمان على المواطن المصري انه في، انا مش عارفه بقى الاحصائيه بتقول قد ايه الناس اللي بتسافر بره وبتسافر اوروبا وبتصرف مبالغ رهيبه عشان تتفسح بره، ايه رايك نخلي السنه دي في مصر يعني واحنا عندنا الاستعداد ان احنا الاوتيلات نفس المبلغ اللي بتدفعه في اوروبا هتدفع نصه ويمكن ربعه وهتقضي في مصر وقت رائع؟ يعني انا شايفه ان المبادره دي احنا اللي لازم نقوم بيها، المواطن المصري هو اللي يقوم بيها، العدد اللي بيبقى طالع يتفسح في اوروبا لا خلي فسحتك هنا، وعلى ما اعتقد ممكن بقى يتعمل الرحلات دي اللي هي يبقى بقى الناس دي بتستمتع بحاجه غير العادي علشان يتفسحوا، فدي تتم ازاي خلال اعلام؟ يعني انا وجهه نظري طبعا انا مع اللي حضرتك قلتيه 100%، لانه مثلا الشريحه دي حتى لو شريحه صغيره بس انت بتدعم بتصرف الصناعه في بلد، هتصرف وهتصب في اقتصاد بلدك بالظبط، ودي حاجه مهمه جدا ان انت تنشط السوق عندك مش تنشط السوق خارجيا. لانه انا النهارده مثلا، ومصر على فكره فيها اماكن رائعه طبعا قد يبدو ان ناس كتير جدا ممكن ما تكونش زارتها. يعني احنا لما نشوف مرسى علم عدد كبير جدا من الناس ما شافش مرسى علم الا بعد المسلسل الرائع للفنان الجميل يحيى الفخراني اللي هو كان بالحجم العائلي. الناس كلها في المشاهد اللي شافتها في المسلسل بقت حابه تشوف مرسى علم، حابه تعرف فين المكان ده. ده ما كانش موجود مرسى صحيح. علم يعني من الاماكن حتى اللي يمكن حتى هم بيسموها مضيف مصر. طب انا النهارده مرسي علم لو انا بدات اعمل لها باكجات مختلفه، برامج سياحيه مختلفه، خاصه هي التارجت بتاعها يعني سياحه اغنياء او اثرياء، يعني ده الهدف بتاع الاساس، فيها مواني وفيها وكمان يعني سياحه مغامره بالنسبه للشباب. يعني هي كمان سياحه مغامره بالنسبه للشباب، الشباب عاشق جدا لفكره المغامره وان هو يطلع مكان زي مرسي علم والتخييم والصيد. يعني حتى فكره انه هتلاقي رياضات ممكن تبقى غريبة بالنسبة لك او انت ما تعرفش عليها زي رياضة الصيد. يعني انا النهاردة مش لازم لما اجي اعمل برنامج اقول للشخص تعال نروح مرسى علم، لا طب ما تيجي اقول له انه في رحلة صيد لمرسى علم. انت هتلعب على الناس اللي هي بتسافر بره، انك لازم تغريهم صيغة او البرنامج. تجذبهم بحاجة تكون قوية جدا مختلفة عن اللي هو متعود عليه، اللي هو صيغة البرنامج اللي انت كمان البروموشن اللي انت بتعمل بيه الدعاية بتاعتك شكله ايه. يعني ما هو انت ممكن تكتب بوست على الفيسبوك 2 3 يقروه، وتكتب بوست تاني يقرا الاف. صحيح، يتعمل له شير كتير وناس تشوف. بالظبط، هي الفكره في الصياغه، الفكره في الصوره اللي انت بتقدمها. خليني اقول لك انه احد المقاصد السياحيه في منطقه الشرق الاوسط يعني نجح بالمسلسلات اللي احنا بنشوفها واللي احنا بنشتريها واللي بنعرضها على قنواتنا. بالظبط، يعني عادي احنا نقول هي الفكره ان احنا مش زعلانين، بس ازاي دي كانت اداه من ادواتنا، مصر طول عمرها سباقه واحنا هوليوود الشرق. وده اللي انا عايز اقوله، احنا يعني دي لعبتنا المفروض، بس احنا خد بالك غرقنا فتره من الفترات. احنا بلد هي يعني نقدر نقول هي القوى الناعمه بالذات في السينما وفي الدراما، بلد بتمتلك الرموز من الفنانين. انا بقول ليه غرقنا في الفتره اللي هي اللي كان عندنا فيها ثورات واللغط اللي حصل والدوشه دي كلها، كان
في مسلسلات بتنزل غريبة الشكل، أفلام بتنزل غريبة الشكل، ودايما حتى أسميها أنا مسلسلات العشوائيات، يعني ما بتتكلمش غير على العشوائيات، وحتى لما بتجيب ما بتجيبش الناس الطيبة اللي في العشوائيات، تجيب الناس بتصارم بشكل السيئة. سلبي. وأنا دايما بقولها في برنامجنا هنا إنه ده لوحده عمل نوع من طرد للسائح العربي، طبعا لأن هو كان دايما شايفك من خلال الدراما بتاعتك، فلما تيجي أنت تقول إن إحنا دي الشوارع بتاعتنا، انت خسرته فترة طويلة. ما هو وبتتظبط بقى في الأعمال اللي ال موجودة ال دلوقتي. الدراما جزء أساسي من بناء الصورة الذهنية عن المقصد السياحي، صحيح. بس هي أداة غير مباشرة. يعني إيه، أنا النهاردة مثلا لما أشوف مسلسل زي بالحجم العائلي هبقى عايز أروح بالتأكيد مرسى علم، لكن لو شفت عمل درامي تاني بيتكلم عن موت وعن سرقة وعن مش عارف إيه، لا أخاف سلاح ابيض هقلق. وسلاح يعني حاجه صعبه. هخاف، لانه في النهايه خالص انا مش رايح اتفسح في رايح اموت. يعني اكيد لو اتنين نازلين هانيمون وشافوا مسلسل زي كده، لا بالظبط، حافات مش صحيح. هيفكروا خد بالك في فتره كده كان اللي هي بتاعت اسوان، كان اوتيل من غير ما نقول اسم الاوتيل، بس عمل ضجه حتى الاسم. جامده. على فكره انا عايز اقول لك الاسم اللي ظهر في المسلسل مش هو الاسم الحقيقي، ما انا عارفه. هو فندق تاريخي ايوه يعني. صحيح. بغض النظر عن الاوتيل، بس هو في اوتيل تاني اسمه نفس الاسم اللي كان موجود في المسلسل، بس انا قصدي انه عمل دعايه انجاز جامده جدا. جدا، وكان الناس كلها بتدور على الاوتيل ده لما بيروحوا اسوان عشان يحجزوا فيه. برضو عمل شغل كويس قوي، وبين اسوان بشكل لطيف يعني رائع من ضمن رائع. الحاجات. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، انا زرت سيوه من شهرين، وكان السبب في الزياره مش بس الدعوه اللي انا لبيتها يعني، لكن كان جزء اساسي الصوره الذهنيه اللي كانت عندي من روايه وحده الغروب بهاء طاهر، الله. وبعديها طب شفت بقى اعمال المسلسل الرائع 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 اللي عمله الفنان الجميل خالد النبوي ومنى شلبي. انك تروح تشوف المكان ده، انك تكتشف انه في اثار فرعونيه موجوده في سيوه، فتشوف الاماكن دي بقى وتتصور فيها، انك تدخل وتعيش تجربه سياحيه مختلفه، مثلا في مكان زي كهف الملح، الله على جمال المكان. فالدراما والادب هما جزء من اللي بيبني لك الصوره الذهنيه، فانت لازم تراعي ده وانت بتعمل مسلسل، لازم تراعي ده حتى في توقيتات اذاعه المسلسلات اللي بتقدم اماكن جديده. يعني خليني اقول لك مثلا ان الامير تشارلز لما زار سيوه، حجم الدعايه اللي اتعملت لمصر كانت قد ايه؟ طبعا لمصر في كلها على فكره مش مشاوير بس كتير على سيوه. مستوى العالم كانوا بيروحوا هناك، بينزلوا في اوتيل اللي هو صديق البيبي او صديق او اوتيل الاخضر، بالظبط. يعني كان انا بس مش عايز اقول مجنون. لا الاسم ما عشان ينفعش نقول، بس طبعا من الحاجات اللي كانت رائعه، وزي ما انت بتقول ممكن يكون برضو جزء منها دراما، على الاقل بتجتذب السياحه العربيه، ايه المانع ان يكون من خلال الدراما بتاعتنا. وده هيوصلني نقطه تانيه، وكانت مزعلاني قوي فكره انه الافلام الاجنبيه الضخمه، انت عارف احنا جزء كبير قوي من الحاجات الرعب وحاجات اللي فيها نظريات وبتاع اللي هي ليها علاقه الحضارة بالمصري المصرية. القديم، ففي حاجات كتير اتصورت في المغرب، واتصورت طبعا حبايبنا وكل حاجه، بس اولى انها تتصور في مكانها يعني نتيجه البيروقراطيه والاجراءات. فده شايفه ازاي؟ وهل دكتور خالد عنيني تصدى للموضوع ده وابتدى يحل فيه، ولا لسه شوية على اساس اولوياتنا شوية؟ يعني خليني اقول لك انه من فتره كده كانت وزاره الاثار قبل ما تنضم للسياحه على الاثار كانت خدت مبادره كده، وكان وقتها دكتور خالد ودكتوره رانيا المشاط كانوا يعني توصلوا لشكل معين من حل للتصوير او للتصوير، الانتاج بس المساله كانت ماديه شويه. يعني ماديه كان ولا امنيه؟ انت قللت سعر التصوير، وده كان حاجه كانت مطلوبه ومهم انها تتعمل، تمام. لكن الازمه في الاجراءات بقى، في البيروقراطيه. يعني انت محتاج توصل لمرحله انه لما اجي انا اقرر اصور مثلا في مكان زي اي مكان اثري في مصر، ان انا اخش على ابلكيشن احط البيانات بتاعتي واتلقى رد في خلال 72 ساعه. مش بس كده، ان انا اقدر اوفر لك، لانه احنا بنستفيد من ده يعني اقتصاديا بقى. خلينا نتكلم بمنطق البيزنس، انا هفرض عليك مثلا حجم عماله من اللي موجودين معاك مصريين، فاكيد هستفيد. في رسوم بتدفع لنقابات وللحكومه، وطبعا لو انا مسهل مفيش الاجراءات امكانيه ان ده احنا هيبقى نعملها سهل. شباك واحد، يعني زي ما احنا بنتكلم على الاستثمار ونبقى في بالظبط، شباك هي واحد، لازم تبقى هي شباك نوع من واحد. الاستثمار برضو، يعني انك طبعا تيجي تحط انتاج
ضخم في فيلم محترم، ده عايش شباك واحد فعلا، بحيث انك سهل قوي انك تخلص بقى الاجراءات الامنيه والاجراءات والفلوس تبقى قليله، وحاجه انت شايف انها هتعمل لك دعايه كبيره جدا في المستقبل. الدولة بتستفيد مرتين، يعني الدولة أو المقصد السياحي اللي بيتصور فيه فلوس، بيستفيد مرتين، مرة من الفلوس اللي بتدخل مره دعايه، وتوفير فرص العمل لجزء من العمالة المحلية، والجزء التاني أنت بتستفيد دعاية غير مدفوعة الأجر. يعني حتى الأعمال اللي اتصورت في المغرب واللي اتكلمت عن حاجات لها علاقة بالمصري القديم أو بنظريات معينة، ودي على فكرة بيقبل عليها الشباب جدا، دي كانت بتعمل دعايه غير مباشره لمصر. بس تخيل بقى لما انا اجي، لو انا سايح وبفكر ازور مصر ولقيت ان المكان اللي اتصور فيه، يعني اللي كتب عن الفيلم، لو في مقال نقد عن الفيلم وقال ان احنا صورنا في المغرب، حاجه يعني هبقى انا يعني ايه لانك حتى المشاهد يتضايق، انت تحس خلاص عليا انا ما يعني. انا ما عنديش بقى ايه يعني، طب خلاص، طب ما انا اروح المغرب واشوف الاستوديوهات اللي فيها، يعني طبعا هيبقى ده تصوري. كمان من ناحيه لكن ثانيه، احنا محتاجين انه يبقى عندنا شباك واحد فقط وابلكيشن، يعني عشان كده حتى يعني واحنا في الحلقه انا قلت ايه، البيزنس قبل كورونا حاجه وهم بعد كورونا صحيح حاجه تانية. صحيح، احنا محتاجين يبقى عندنا شباك واحد، لانه خلاص الازمه اللي احنا مرينا بيها او لازلنا بنمر بيها هي محتاجه انه ما يبقاش في طلبات بتتقدم باليد، محتاجه ان احنا نتجاوز كل الاجراءات بتاعت مدام عفاف في الدور الثاني ومدام سناء، محتاجه ان احنا نتجاوز كل ده ويبقى خلاص بنتعامل من خلال التكنولوجيا. ويمكن انا شايف يعني في تصوري ان السيد الرئيس دايما مهتم بفكره رقمنه الامور، يعني وانه الدوله تتحرك، ما تبقاش بقى صحيح في الشكل القديم القديم ده. خلاص، احنا بس المفروض ان كلنا تساوينا دلوقتي على مستوى العالم في التحرك الالكتروني ده. بالظبط، بس اللي انا عايز اقوله ان مؤسسه الرئاسه لوحدها مش هي هتعمل ده، يعني في ادوات وفي وزارات عليها ان هي تاخد مبادرات من نفسها وتبتدي تحرك ده. يعني احنا هيبقى عندنا نموذج اسمه العاصمه الاداريه. طب اللي بيحصل في العاصمه الاداريه وفكره ان انا بنشئ مدينه ذكيه، هل مش من الاولى بيا ان انا ابتدي انا كمان كوزاره اتحرك في هذا الاتجاه واغير من بنيتي المعلوماتيه واغير حتى الصوره الذهنيه عن البنيه دي قدام العالم، عشان العالم يبتدي يتعامل معايا من هذا المنطلق، وده يفرق كتير جدا في ال. بص هعلق يعني، هاخد من كلامك حته ان السياحه قبل كورونا حاجه وبعد كورونا حاجه، وعلى ما اعتقد خريطه السياحه تتغير تماما، السائح كمان اتغير، يعني قبل كورونا كان ليه متطلبات، بعد كورونا ليه متطلبات تانية، متطلباته هتبقى مايله للاماكن القريبه من الطبيعه، الاماكن صديقه البيئه، هيبقى عايز يعمل فيها نوع من الاستشفاء سواء نفسي او على مستوى بدني. فقول لي كده، شو السائح هيبقى عامل ازاي في الفتره اللي جايه ومتطلباته ايه، والدول كمان هتخضع لده باي شكل، وهل ده معناها ان احنا استثماراتنا في فكره الفنادق الخضراء والمنشات الخضراء دي هتبقى متواجده بشكل افضل في الفتره اللي جايه دي؟ خليني اقول لك ان الملف ده ملف مهم جدا، انك لازم تدرس ميول السائح في مرحله ما بعد كورونا. يعني انت محتاج كدوله انك تبص هو ميوله هيبقى شكلها ايه. هو السائح هيبقى حابب تاني فكره سياحه المغامره بس، هيبقى عايز يروح مثلا اماكن الترفيه وخلاص؟ لا، الحاله النفسيه اللي فرضتها كورونا على الناس خلت بقى عندهم رغبه في الميل لانه يروح اماكن زي ما كنا بنتكلم من شويه عن سيوه كده، انه يروح مكان زي سيوه، مكان يقدر يحصل فيه على استشفاء، ان هو يجرب، ان هو ما يخش يبقاش فيه تجربه، ازدحامات، ما يبقاش فيه ناس كتير، خايف انه يعيش تجربه بدائيه تماما، انه يعيش في مكان فيه صحراء، يعيش في مكان فيه شمس، فيه مستمرة، شمس، يقدر يجيب اعشاب، يقدر يدخل في حاجات يعني ايه، حاجات طبيعيه جدا جدا جدا. ودي ميزه موجوده في مصر، ده لازم احد نستغل المقاومات دي. صحيح، احد انماط السياحه اللي انت لازم تراهن عليها في مرحله ما بعد كورونا، واللي انت كمان تبتدي وانت بتدرس ميول السائح تفكر انت ازاي السائح ده هتجيبه عندك. يعني ايه يعني مش مجرد ان انا هعمل فيلم فيديو مثلا دقيقه او نص واشيره على الفيسبوك او على انستجرام، لا، ده انا لازم افكر في ادوات الجذب اللي هو محتاجها. الشخص اللي بيفكر بالشكل ده وحاله الهدوء اللي هو محتاجها لها ادوات مختلفه في الجذب، فدي طبيعه فعلا هتتغير في نمط الطلب اللي هيطلبه السائح بعد كده. ولازم نشتغل عليه في الافلام الدعائيه، المفروض ان طبعا خالد عيني متفق مع شركه كبيره اجنبيه هي هتعمل لنا ترويج في الفتره القادمه. اعتقد الموضوع ليه سياسه اكتر من انها تكون بتعمل فيلم وفقط، لان انا اتمنى في الفيلم اللي هيتعمل ده يكون بيستعان بمصريين بافكار مصريه، وبعدين يتعمل بشكل ممكن باستعانه بخبرات اجنبيه. لكن انا بتكلم على فكره انه لازم نروج لده بقى،
في الفترة اللي جاية دي لازم يبقى مساحات الصحراء ومساحات الاستشفاء ومساحات العلاج، اللي سواء بقى الروماتويد والحاجات اللي بنسمع عليها دي، يبقى مساحتها أكبر في الدعاية لمصر، وإن احنا عندنا كل ده. خليني اقول لك ان احنا في عندنا مشكله في الفتره اللي فاتت في مساله الدعايه، ان احنا بقينا نركز قوي على المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. في جانب من ده المستخدم او اليوزر بقى يدرك انه المؤثرين بيروحوا اي مكان بيدفع لهم فلوس، فبالتالي هو مش هيبقى واضح معايا يعني. فهو ما بقى يعني فكره الثقه اللي انت يعني رد الفعل اللي انت منتظره مش هيبقى هو الحقيقي، ابتدت ناس ما تصدقهمش بالظبط كده، لانه في جزء طبعا هم يعني مش كل الناس فيهم بتقول الحقيقه ومش كلهم ما بيقولوش الحقيقه، لا اكيد يعني في ناس منهم بيقولوا الحقيقه وفي ناس منهم وجودهم ليهم مهم مصداقيه وفي ناس لا. بالظبط. لكن اللي انا عايز خاصه لو الناس حست ان ده اللي بيتحركوا الفلوس هتبقى مشكله. بالظبط، بالذات لو كان بيعمل اعلانات كمان او حاجات بالشكل ده يعني في اماكن تانية. انما الوسائل الاعلام بقى اللي هي مثلا المهنيه والمتخصصه مثلا في ملف زي ملف السياحه، لا بقت اكثر تاثيرا. يعني خلينا نشوف في اوروبا مثلا، في المانيا المجلات المهنيه اكثر تاثيرا في تحريك السائح واختياره ورغباته. يعني في المانيا مثلا السائح ما بيعتمدش على انه سين راح زار مثلا مصر فقال انه الله مصر جميله ونشر صوره، اوكي هو نشر صوره وانا بصيت عليها، بس انا مين اللي حركني في مصداقية اللي بيحركني بقى هنا انه في تلات او اربع مجلات انا موجودين في المانيا وانا كسائح الماني مثلا ببص فيهم دول كاتبين عن المقصد الفلاني. احنا جايبين دلوقتي على معانا ويندو، دول مجموعه من البنات الطليانيين طالعين عاملين دعايه لمصر لطيفه قوي ولابسين حاجات عليها دعايه. بمناسبه ان انت بتتكلم على فكره الانفلونس او المؤثرين وفكره الناس اللي عندها الفلوجرز بقى والبلوجرز اللي عندهم فولورز كتير، فدي من ضمن الناس اللطيفه. وعلى فكره هم كمان يعني اعتقد في ايطاليا كمان عملوا دعايه حلوه لمصر يعني وده جميل. يعني هم فكره وجودهم مهمه ومطلوبه، لكن في نفس الوقت بس فكره انت ان انا مهمه قوي قوي، لانه فعلا الناس دي بقت بتبقى مدفوعه الاجر دلوقتي لما يوصل مرحله معينه من المتابعين بيدفع له مبالغ كبيره، فابتدى يفقد مصداقيته، فبالتالي بعد شويه هتبقى ورقه محروقه يعني. هو خلاص جزء كبير، هو جزء كبير جدا من الفكره دي بقت عامله ازاي. يعني انا النهارده لما باجي اروح مقصد سياحي مش بالضروره ان انا الاقي فلان مثلا عامل بوست على الفيس فانا هتابعه، بس خليني اقول لك ان ده يمكن بطبيعه عملي او بطبيعه مهنتي ومتابعتي للملف، يعني عندي تصور معين. لكن اللي انا اقصده السائح العادي اللي هو منتظر هيروح مكان، هو زي ما بيشوف الشخص ده بيكتب عن مصر وكمان بيسرش عن مصر، فبالتالي انا لما بسرش النهارده انا بلاقي ايه؟ بلاقي بيطلع لي تقارير مكتوبه وبلاقي فيديوز بيطلع مكتوب، فكل ما بيطلع متصور مثلا في كل ده بيأثر في قراري. خليني اقول لك مثلا انا من فتره قريت دراسه يمكن الناس هتستغربها، بالنسبه انتوا دايما بتحكموا في كل حاجه، يعني الستات دائما هم متخذ القرار يعني مع ان ما يبانش عليهم بس كان مثلا الدراسه دي بتقول ان الست الروسيه هي صاحبه القرار في المقصد السياحي اللي هم هيروحوا، صاحبه البيت هي يعني الزوج والابناء كلهم بيدوروا بيتناقشوا في الاختيار، لكن دائما اللي بيحسم هذا الاختيار هو المرأة. بس خد بالك هي عشان بتبقى حاسبها كويس، يعني الراجل عادة بيبقى في الشغل بتاعي، انا اقول لك سببها دي، الراجل عادة في الشغل ما بيبقاش حتى دارس ولاده كويس، لكن هي لما تقرر هتبقى بتفكر في ابنها كبير وابنها صغير وبتتابع مين عايز ايه، حتى بما فيهم الزوج نفسه هتبقى بتختار له المكان اللي هيناسبه، يعني هي هتلاقيها مخها بيشتغل في كل الاماكن. يعني الدراسات دي اذا مهمة ان احنا نبقى حاطينها تحت عينينا طبعا عشان تعرف مين المستهدف، عشان تعرف انت هتخاطب مين. بالزبط. يعني انا لو رايح للسوق الروسي لازم بعمل في اعتباري او احط في اعتباري بكلم البيت. الست اكتر ما انا بكلم الراجل او بكلم الشباب. وعموما السياحه لازم تكلم الست دي يعني عشان هو اكيد يعني واقول لك على حاجه، السياحه الداخليه في مصر بيحددها الست، ده حقيقي يعني يعني خليني اقول لك ان النهارده مثلا لو انت النهارده في مقصد معين وانت عايز تروحه، الراجل في الغالب بنسبه كبيره بيريح دماغه، احنا عايزين نروح كذا خلاص اوكي يعني ما بيناقش كتير، فبالتالي لازم تحط في اعتبارك لانه هي دايما بتحسب او هي اللي في ايدها الميزانيه. صحيح. هي اللي كويس ان انت وصلنا المعلومه دي يعني محطوطه في بحث، بس احنا يعني بس هي كويسه لانها كده موثقه يعني الفكره لا هي الفكره ان احنا لازم كمان نحط في اعتبارنا الدراسات اللي بتبقى موجوده، دراسات تسويقيه والابحاث اللي بتتعمل وبناء على حدد الادوات مرجعيات الناس تثق فيها يعني انا وتبقى خارجه من مصر، ايه المانع ان احنا يبقى عندنا زي ما بتمنى كده يبقى عندنا بوابه الكترونيه لكل ما يخص السياحه في مصر، انه كمان يقدر يدخل زي ما انت بتتكلم على مجلات المانيا هي الناس بترجع لها، يبقى عندنا برضو مجلات متخصصه في السياحه وهتكون فيها شفافيه عاليه قوي
بحيث انها تبقى محرك كمان للعالم بره انهم يلجأوا ده، على اساس ان احنا اهل البلد اكتر ناس هنبقى بنتكلم معانا وده يعني. وده بصراحة يعني فكرة مهمة جدا، لأن للأسف يعني احنا حجم الحركة، حجم وسائل الإعلام المتخصصة في مجال السياحة مش كبير وعدده قليل يعني. ما بس انا اعتقد، بص، هي ان شاء الله لما الدنيا ترجع تاني كله هيجر بعضه زي ما بيقول، أتمنى السياحه هتشد وهتاخد معاها الصحافه، هتاخدنا معاها يعني، كله ان شاء الله هيبقى بيزيد وهنبص نلاقي عندنا يا مجالات رب. متخصصه. احنا استمتعنا بالكلام معاك النهارده، قلت لنا كام نظريه هايلين، وان شاء الله نكون مع بعض تاني قريب وتقول لنا بقى اخر مستجدات وتكون الدنيا اتحسنت كتير إن ان شاء شاء الله. الله يا رب بإذن الله. نورتنا، كان معانا الكاتب الصحفي الاستاذ هشام شوقي، متخصص في شؤون السياحه والاثار، نورتنا واسعدتنا بوجودك. احنا الحقيقه الحلقه ما خلصتش، احنا معانا جزء تاني، معانا صديق البرنامج الاستاذ وائل زعير، رئيس لجنه السياحه الداخليه والخارجيه بشعب السياحه والطيران بالغرفه التجاريه بالقاهره. بس هنروح لتقرير ظريف جدا بمناسبه احنا بنتكلم عن الفن وتاثير الفن على السياحه. تعرفين في مبادرات كده بيعملها كل فنان بشكل شخصي يعني. احنا معانا الفنان محمد خميس، على ما اعتقد اللي انا يعني اللي انا متاكده منه بيعمل ادوار شر هايله جدا يعني، اكتر حاجه عجبتني. بس هو الظريف انه بيعمل مبادرات وبيسافر بنفسه وبيصور المكان، بيعمله دعايه بشكل جيد جدا. فتعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لضيفنا. اتفضل.